اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي وعافي مرضانا ومرضى الحاضرين سيما الجرحى والمعلولين، اللهم فرج عن المعتقلين وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع ايدي الظلمة ان تصل الينا، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعل كيدهم بينهم يا رب العالمين، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وهدم مساجدنا وحرق كتابك، اللهم وانتقم لنا ممن هتك أعراضنا، اللهم احفظ شبابنا المطاردين من بطش اللئام والمجرمين، اللهم احفظ حرائرنا وارجعهم إلى كنف عرائرهم سالمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، بحق محمد وآل الطاهرين.